أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها. ولم تمضي أيام قلائل على وصول القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية للقناة، حتى كانت القوات المصرية تعبر عن إرادة شعب مصر برفض الاستسلام ومواصلة الحرب، حيث تمكنت مجموعة صغيرة من رجال الصاعقة المصرية من إيقاف طابور إسرائيلي مدرع كان متجها نحو مدينة بور فؤاد، وكبدته خسائر فادحة وأجبرته على التراجع. كما وجهت الطائرات المصرية ضربة جوية للتجمعات الإسرائيلية شرق القناة وأحدثت بها خسائر جسيمة. كما نجحت البحرية المصرية في إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في أول معركة بحرية تستخدم فيها الصواريخ. وكانت تلك المعارك المتتالية بداية لمرحلة عرفت في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بمرحلة الصمود. وبدأت على الفور عملية تنظيم القيادات والقوات وتسليحها من جديد، كما بدأت عملية التدريب الشاق والعملي طوال الليل والنهار، كل ذلك في ظل اشتباكات شبه يومية بالطائرات والمدافع والقوات. تحملت خلالها مصر الكثير من التضحيات، ولكنها أوقعت في صفوف القوات الإسرائيلية الكثير من الخسائر والكثير من الخوف والقلق والشك في حقيقة الانتصار الذي تحقق. واضطرت إسرائيل لبناء خط بارليف المكون من حصون وقلاع هائلة لحماية قواتها من الضربات المصرية. وبدأت مصر بدورها تخطط لاستعادة الأرض المغتصبة وإنهاء حالة لا سلم ولا حرب التي خيمت على المنطقة بعد وقف إطلاق النار. وتحدد الهدف الاستراتيجي لحرب التحرير، وتحددت مهمة القوات المسلحة في تخطيط وإدارة عملية عسكرية تستهدف اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف وتكبيد القوات الإسرائيلية أكبر قدر من الخسائر لإرغام إسرائيل على التخلي عن الأرض المحتلة. وبدأت القيادة العسكرية في وضع كافة المشكلات الميدانية على مائدة البحث وإعداد الدراسات العملية المناسبة لحل تلك المشكلات. فتحدد توقيت الحرب ليكون مفاجأة للعدو، حيث اختير شهر رمضان وهو شهر الصوم للمسلمين، كما اختير يوم السبت 6 أكتوبر عام 73، حيث يوافق إجازة عيد الغفران في العقيدة اليهودية. كما اختيرت 2 ظهر ذلك اليوم لبدء العمليات، على خلاف ما هو معروف في العقيدة الشرقية التي كانت مصر تعتنقها في ذلك الوقت، حيث تبدأ العمليات الهجومية عادة قبل أول ضوء أو في آخر ضوء. كما وضعت خطة خداع محكمة تم تنفيذها بسرية تامة، حتى أن القيادة الإسرائيلية لم تستطع أن تجزم بحقيقة النوايا المصرية حتى اللحظات القليلة التي سبقت نشوب الحرب. وفي إطار الفتح الاستراتيجي للقوات تم إعادة تمركز بعض القطع البحرية في البحر الأحمر لتغلق مضيق باب المندب لحرمان البحرية الإسرائيلية من العمل بحرية في البحر الأحمر وخليج السويس. وبدأت القوات في أعمال الفتح التعبوي والتكتيكي تدريجيا وتحت سيطرة كاملة وغطاء خداعي لتضليل الجانب الإسرائيلي عن حقيقة نوايا مصر، التي أذاعت علنا أن القوات المسلحة تقوم بإجراء المناورة السنوية لاختبار قدرة القوات على العمل في اتجاه الجبهة. وفي صباح يوم 6 أكتوبر وبعد اكتمال حشد القوات في اتجاهات عملها واحتلال الأسلحة الرئيسية لمرابضها المعدة من قبل، واحتلال مراكز القيادة والسيطرة على كافة المستويات، وعند 1:40 بعد الظهر كان نسور مصر يصعدون إلى طائراتهم في مختلف المطارات والقواعد الجوية،
ويستعدون للانطلاق نحو الشرق ليكتبوا ببطولاتهم أول سطور في معركة الشرف والكرامة. وبدأت أولى خطوات الحرب، وتحددت الساعة 2:05 يوم 6 أكتوبر 1973 لبدء الهجوم على طول الجبهتين المصرية والسورية باستخدام أقصى مجالات الخداع على أن تبدأ بضربة جوية مركزة على كلا الجبهتين. وعندما كانت الطائرات المصرية في طريقها لتدمير المطارات المعادية في سيناء ووسائل الدفاع الجوي ومراكز القيادة والسيطرة ومراكز الإعاقة الإلكترونية، بدأ التمهيد النيراني للهجوم بألفي مدفع من مختلف الأعيرة، فتحت نيرانها في وقت واحد على طول الجبهة ضد المواقع الإسرائيلية في خط بالريف ومرابض الأسلحة ومراكز القيادة والاحتياطيات القريبة، لتفقد إسرائيل السيطرة الكاملة على المنطقة. وتبدأ القوات المصرية في دفع مفارز الاقتحام من قوات الصاعقة والمشاة في قوارب مطاطية، وتسلقت الساتر الترابية الهائل باستخدام سلالم من الحبال، وهاجمت حصون القوات الإسرائيلية من جميع الاتجاهات في توقيت واحد بعد أن دفعت بمجموعات من الصاعقة خلف المواقع الحصينة للتعامل مع الاحتياطيات المدرعة ومنعها من تقديم المعاونة للنقاط القوية أو التدخل في عملية العبور. ونجحت القوات نجاحا باهرا في تنفيذ الخطة الموضوعة، حيث بدأت النقاط الحصينة في الاستسلام واحدة تلو الأخرى، ورفعت القوات المهاجمة علم مصر على الضفة الشرقية للقناة لتلهب بذلك حماس الأنساق التالية من قوات العبور التي بدأت في عبور القناة تحت ستر نيران المدفعية لتهاجم المواقع الإسرائيلية في العمق وتصنع رؤوس كباري شرق القناة. وحاولت القوات الإسرائيلية المدرعة القيام بهجمات مضادة لاستعادة النقاط الحصينة التي سقطت في أيدي المصريين، ولكنها باءت جميعها بالفشل وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقط عدد كبير من الأسرى في أيدي القوات المصرية. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وإصابتها إصابات مباشرة. وعندما قامت القوات الجوية الإسرائيلية بالتدخل ضد قوات العبور، تصدت لها وسائل الدفاع الجوي التي صنعت حائطا من نيران المدافع والصواريخ، أسقط العديد من الطائرات المهاجمة، وأجبر الطيارين الإسرائيليين إلى تفريغ حمولاتهم في الصحراء خارج مناطق الحماية الجوية للجبهة. ولم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وكانت 5 فرق كاملة قد عبرت قناة السويس وأقامت رؤوس كباري شرق القناة، وصلت في بعض القطاعات إلى 5 كيلومترات. وشرعت قوات المهندسين في فتح الثغرات في الساتر الترابي تحت سيل جارف من الهجمات الجوية ونيران المدفعية الإسرائيلية. وكانت أعقد المشكلات التي واجهت المخططين هو أسلوب فتح الثغرات في السواتر الترابية الشاهقة، وبعد دراسة وتجارب عديدة تم حل المشكلة باستخدام طلبات المياه لتجريف التراب بقوة دفع المياه، وهي فكرة مصرية سبق استخدامها في بناء السد العالي. ولكن المهندسين تمكنوا في نهاية الأمر من فتح الثغرات ومد الكباري التي تدفقت عليها القوات المدرعة وقوافل الإمداد.
وتلتحم الضفتان الشرقية والغربية ليكتمل بناء الأنساق. وتابعت قواتنا الهجوم وتدمير تحصينات العدو وصد هجماته المضادة، وحققت تشكيلاتنا مهامها المباشرة بنجاح. وفي ليلة 6-7 أكتوبر استمر قتال قواتنا مع العدو، ودارت معارك عنيفة قام العدو خلالها بهجمات مضادة محاولا استعادة الموقف، ولكنه فشل، وتمكنت قواتنا من صد هجمات العدو مع تجبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. كما قامت قواتنا البحرية بتدمير 5 قطع بحرية للعدو في البحر الأبيض، وقامت بقصف بعض المناطق المعادية بالشاطئ الشرقي لخليج السويس. وصلت نتائج القتال منذ بدئه الآتي: إسقاط 27 طائرة للعدو، تدمير 60 دبابة و15 موقعا حصينا شرق القناة، عدد كبير من الأسرى، علاوة على تجبيده خسائر جسيمة في الأرواح. واستمر تدفق قواتنا عبر القناة وتقدمها شرقا مع قيامها بالاشتباكات الأرضية والجوية مع العدو. ومع لحظات الانتصار العظيمة واصلت قواتنا تقدمها واستكمال عناصر تشكيلات النسق الأول شرق القناة، وصدت ودمرت كل أعمال العدو المضادة. وقد قامت تشكيلاتنا الجوية ظهر يوم 7 أكتوبر بتوجيه ضربة جوية ضد مواقع العدو في القطاع الأوسط والشمالي من سيناء، شملت بعض مواقع العدو الإدارية وبطاريات مدفعيته ووسائل دفاعه الجوي، وأحدثت بها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة. وعلى الساحل الشمالي لسيناء قامت قواتنا البحرية بتنفيذ مهامها بنجاح في قصف مواقع العدو الساحلية. وقد قامت قواتنا البرية بتصفية جيوب المقاومة المعادية بنجاح، وتم أسر عدد آخر من أفراد العدو، كما تم إحداث العديد من الخسائر في أفراده. وقد حاول تشكيل جوي معادي التدخل ضد قواتنا البرية أثناء تنفيذ مهامها في القطاع الشمالي، فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت له 2. ونتيجة للأعمال القتالية التي دارت طوال يوم 7 أكتوبر تكبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، حيث تم إسقاط 57 طائرة وتدمير 92 دبابة، بالإضافة إلى عدد كبير من العربات المجنزرة للعدو. وتمكنت قواتنا من الاستيلاء على عدد من الدبابات والعربات المدرعة والمعدات بعد أن تركها العدو وفر هاربا. واستمرت قواتنا في التقدم داخل سيناء مصممة على النصر. وفي هذا اليوم، يوم 7 أكتوبر، تحررت أول مدينة شرق القناة، وعاد العلم المصري مرة أخرى إلى مكانه العزيز فوق المدينة الثانية في سيناء كلها، وهي القنطرة شرق، وذلك بعد أن تم تحريرها بواسطة قواتنا المسلحة. ولتحقيق هذا الغرض تم حصار المدينة داخليا وخارجيا، ثم جرى اقتحام شوارعها، ودار القتال مع جنود العدو في الشوارع والمباني حتى انهارت قوات العدو واستسلمت. وقد استولت القوات المصرية على كميات كبيرة من سلاح العدو وعتاده، بينها عدد من دبابات السنتوريان والاي ام اكس، واسر 30 فردا للعدو احياء، وهم كل من بقي بالمدينة. وفي يوم 8 أكتوبر المعروف في اسرائيل بالاثنين الحزين،
تمكنت قواتنا من صد وتدمير الضربات المضادة المعادية، ولاحت علامات النصر وانهارت القيادات الإسرائيلية بعد الهزيمة الساحقة لقواتها والتي اعترف بها العدو قبل الصديق. وراح العالم كله يؤيد الشرعية المصرية باستعادة أراضيها وتحرير سيناء الحبيبة. وفي هذا اليوم قررت مصر حرمان العدو من استغلال ثروات سيناء. وعلى هذا فقد قامت قواتنا بالإغارة على مناطق أبار البترول على شاطئ خليج السويس في بلاعيم، وأشعلت النار فيها، واشتبكت مع مجموعة من قوات العدو في المنطقة. وقد تركت قواتنا في منطقة العملية ألسنة النار تشتعل في الآبار، كما تم تحطيم وإغراق حفار كان العدو يستخدمه في عملية البحث والتنقيب عن البترول في المنطقة، وعادت القوات إلى قواعدها سالمة. وفي 9 أكتوبر حاول العدو تكرار هجماته المضادة ضد قواتنا جنوب شرق الإسماعيلية، وتكبد خسائر مماثلة لليوم السابق. وحتى 13 أكتوبر حققت قواتنا مهامها الرئيسية، ووحدت رؤوس الكباري شرق القناة، واستعدت لصد هجوم الاحتياطيات الاستراتيجية للعدو. ودارت بعد ظهر 10 أكتوبر معركة مدرعات عنيفة في القطاع الأوسط من سيناء، دفع العدو خلالها بأعداد كبيرة من دباباته في محاولة لوقف تقدم قواتنا، فاشتبكت معها مدرعاتنا في قتال عنيف استمر أكثر من 4 ساعات، وكبدته خسائر كبيرة في الدبابات والعربات المجنزرة والأفراد والأسلحة. وقد انسحب العدو شرقا، فطاردته قواتنا المدرعة وتمكنت من محاصرة جزء منه. ودارت معركة أخرى خلال الليل لتصفية وتدمير قوات العدو المحاصرة. وبعد وقفة تعبوية قصيرة قامت قواتنا باستئناف الهجوم على طول الجبهة وحققت مهامها. وفي أعقاب اكتشاف بدء استعداد العدو للهجوم باحتياطياته الاستراتيجية، فقد صدرت الأوامر بإعادة تمركز هذه القوات داخل رؤوس الكباري لصد هجوم العدو المنتظر. وفي الفترة من 15 حتى 18 أكتوبر دارت معارك ضخمة سميت بمعارك الدبابات الكبرى شرق الدفرسوار، وتكبد العدو فيها خسائر كبيرة. ويوم 18 أكتوبر تمكن العدو من الوصول إلى الضفة الغربية للقناة، وكانت أوضاعه يوم 22 أكتوبر طبقا لقرار وقف إطلاق النار توحي بإمكان حصاره وتدميره. ولم يحترم العدو كعادته قرار وقف إطلاق النار، واستمر في عدوانه، ونجح في الانتشار في المنطقة غرب وجنوب البحيرات وحتى الأدبية بالسويس. ولم يتمكن بقواته من الاستيلاء على مدينة السويس نظرا للمقاومة العنيدة من شعبها الباسل بالتلاحم مع رجال القوات المسلحة الذين أكبروا العدو على الصراخ، يطالب جنوده بسرعة نجدتهم وانسحابهم من هذه المحرقة، مما أكبر الولايات المتحدة الأمريكية على السعي لاتفاق فض الاشتباك الأول الذي تم توقيعه في 17 يناير 1974 لانسحاب قوات العدو إلى منطقة المضايق. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا، أبناء الجنود والضباط. ليت مصر كلها معي اليوم، ليت العرب كلهم اليوم هنا ليروكم ويفخروا بكم كما أفخروا بكم اليوم. ومع ظهور بوادر السلام تم افتتاح قناة السويس للملاحة الدولي في 5 يونيو 1975،
والتي أزالت الذكرى الأليمة للنكسة يونيو عام 67. واستمرت المفاوضات لانسحاب القوات الإسرائيلية، حيث وقع اتفاق فض الاشتباك الثاني في الأول من سبتمبر عام 75. وانسحبت قوات العدو إلى شرق المضايق. وبتقدم عملية السلام، قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن منطلق القوة بزيارة القدس في 19 من نوفمبر عام 77، ووقعت اتفاقية كامب ديفيد في 17 من سبتمبر عام 78، ثم معاهدة السلام في 25 من مارس عام 79. وانسحبت إسرائيل إلى داخل حدودها، وكان لمصر ما أرادت، وتحقق لها السلام، سلام القوة والحق. ولذلك فإن أكتوبر 73 كان بمثابة عودة الروح للوطن، وستبقى ذكراها حية دائما، ولكنها أيضا ستبقى تجسيدا للإرادة المصرية، يجب أن يبقى متجددا في وجدان أجيالنا المتعاقبة، حتى تكون قادرة على مواصلة بناء الحضارة. ولأن مصر وعت الدرس جيدا وللأبد، وهو أن القوة، قوتنا المسلحة، هي محور الارتكاز، هي السيف والدرع لتأمين الانطلاق نحو المستقبل، كان لابد أن تبقى قوية متطورة، قادرة على تحقيق الأمن للوطن والأمان للمواطن اليوم وغدا. وفي ظل السلام والقوة التي تحافظ على السلام، مضت مصر في ثقة واطمئنان، تستكمل مشروعها الحضاري الطموح لتحديث مصر بخطة تنمية شاملة في كل ربوع الوطن. ودبت في أوصال الوطن حياة جديدة وطموحات كبيرة لبناء مستقبل أفضل لأجيال الغد. مصر التي في خاطري.